السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار الأسبوع الخامس يعني semaine 5 de l'évaluation et consolidation pour l'unité 2 ديال التقويم والتثبيت بالنسبة للوحدة الثانية pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. اليوم وصلنا l'activité de la grammaire pour objectif de reconnaître le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc, les doros li qaynahom l'activité de la grammaire, l'unité 2, huma, reconnaître le groupe nominal sujet et reconnaître le groupe verbal. Annana na'rfo nfarqo ma bayn le groupe nominal sujet ou le groupe verbal, d'accord, ou le groupe verbal. Donc, عندي 5 ديال الاسئله, 4 ديال الاسئله هنايا, واحد سؤال في la page 64. La première question c'est j'indique le type de la première phrase du texte de lecture. Donc, غادي نشوف la première phrase du texte de lecture. La première phrase du texte de lecture, ouais, la première phrase il y a la circulation à Casablanca est devenue un véritable casse-tête. Donc, elle dit la phrase. Oui, déjà, elle dit que la phrase a dit. Donc, la circulation, à Casablanca, Casablanca est devenue, حاولوا تبقاو تكتبوا باش ما باش تزيدوا تطوروا الكتابه ديالكم وتزيدوا تطوروا لا لونغ ديالكم داكوغ ما تبقاوش تعكزوا تصوروا ولا شي حاجه داكوغ ان فيريتابل كاستيت ان فيريتابل كاستيت بوين سو تيرمين بار بوين ماجوسكول اي سو تيرمين بار بوين هادي لا فراز دابا السؤال شنو كيقول لنا شنو من فراز هادي شنو هو النوع ديال هاد لا فراز دونك اول حاجه شنو هو هاد النوع ديال لا فراز سي تون فراز دونك فراز هادي فراز ديكلاراتيف سي اون فراز ديكلاراتيف هي واحد الجمله اللي هي تقريريه كتعطينا واحد لانفورماسيون بحكم هاد لو تيكست هدايا اللي شفناه في الفيديو اللي قبل منها من اللي فات اللي قدرنا فيه لا ليكتور ليفالواسيون كونسوليداسيون ان كازابلانكي نو بارل دو سا فيل دونك هاد لو تيكست هذا سي ان تيكست انفورماتيف داكور نشوفو الكيستيون 2 جو روفي سيت فراز بور لو روندر انتيروغاتيف هاد لا فراز هادي اش غنديرو لها غادي نرجعها انتيروغاتيف هي فراز ديكلاراتيف هي واحد لا فراز تقريريه غنرجعها فراز انتيروغاتيف يعني جمله استفهاميه داكور جمله استفهاميه يعني غادي نزيد لها علامه استفهام اول حاجه كنبداو لا كيستيون ديالنا ب اسكو Est-ce que quoi? Est-ce que Casablanca, est devenu, donc naya devenu un véritable, casse-tête? Wesh, bsah yani Casablanca ou let's hack, d'accord? Est-ce que Casablanca est devenu un véritable casse-tête? هاد لا فراز هادي كانت ديكلاراتيف ولات فراز انتيروغاتيف جمله استفهاميه كتسالنا بعلامه استفهام داكوغ شوفوا كيسيون 3 سو مونيمون اي بو هاد المأتة التاريخيه زوينه داكوغ جو رون سيت فراز اكسكلاماتيف هاد لا فراز هادي غنرجعها فراز اكسكلاماتيف باش نرجع هاد لا فراز اكسكلاماتيف شنو خصني نزيد لا فراز غادي نزيد لها بوين ديكسكلاماسيون يعني علامه التعجب دونك هنا سو مونيمون اي بو دونك نديرو كي بو Quel beau monument. Quel beau monument. Point d'exclamation. Hadiya, phrase exclamative. D'accord. L'admiration. D'accord. Donc, phrase. Exclamative. Bech katmise phrase exclamative. Kat exprime sentiment, l'admiration. Ou kat bdab majuscule. Ou kat sel point d'exclamation. D'accord. Admo el moumaïza dia la phrase exclamative. Nchoufou la question 4. Je trouve le groupe nominal sujet et le groupe verbal de la phrase suivante. Donc, radin sel le groupe nominal sujet. Ou elle a le groupe verbal fein. Fad la phrase hadi.
دونك نقراو هاد لا فراز دي ميليي دو توريست فيزيت مراكش، يعني الالاف ديال السياح كيزوروا مراكش. داكوغ، دونك هنايا غادي نكتبوا هنا لو جروب نومينال سوجي، وهنا غادي نكتبوا لو جروب فيربال. اول حاجه غادي نبدا بلو جروب نومينال سوجي، وكنسول راسي كو فيزيت مراكش، شكون اللي كيزور مراكش، اولا شكون اللي زاروا مراكش. دونك هما دي ميليي دو توريست، دونك جروب نومينال سي دي milliers comme ça de touristes, touristes, des milliers de touristes, c'est groupe nominal sujet, d'accord, hein? Groupe nominal sujet, hein? Groupe nominal sujet, groupe verbal qui veut qu'un des milliers de touristes fait quoi, je nous dirai des milliers de touristes visite Marrakech, visite, visite, ah oui فيزيت مراكش، يعني زارو مراكش، فيزيت مراكش، داكوغ، زارو مراكش، دونك هذا سي جروب، جروب فيربال، داكوغ، دونك دي ميلي دو توريست فيزيت مراكش، كي فيزيت مراكش، دي ميلي دو توريست، دي ميلي دو توريست فون كوا، فيزيت مراكش، داكوغ، فيزيت مراكش، دونك كنكونو سالينا هاد لا كيسيون 4 ديال لاباج 63. نشوفو لا كيسيون اللي بقات لنا في لاكتيفيتي دو لا غرامير في لاباج 64. شوفو هاد الكيسيون اللي بقى، دونك لا كيسيون 5 كومبليت باغ ان جروب نومينال سوجي او باغ ان جروب فيربال. دونك غادي نكمل سوا بجروب نومينال سوجي سوا بلو جروب فيربال. اول حاجه عندي شحال ديال لي فراز، عندي جوج ديال لي فراز، داكوغ. لا فراز الاولى غادي نكمل باش بجروب نومينال سوجي، ولا فراز الثانيه باش غنكمل بجروب فيربال. صافي، هنا غادي نكمل بجروب نومينال سوجي، وهنا غادي نكمل بجروب فيربال. دونك لا فراز الاولى رويسيل سور لو سول بور فورمي دي ريفيير، دونك هنايا يعني كيطيح على التربه بور فورمي دي ريفيير، يعني هو اللي كيكون لنا الوديان اولا الخنادق، داكوغ. دونك شنو هو اللي كيطيح على التربه وكيعطينا الوديان اولا الخنادق؟ هو لو دو بلوي، داكوغ، هو الماء ديال المطر، داكوغ. لو، لو دو بلوي، لوب دو بلوي، يعني ماء المطر، داكوغ، ماء المطر هو اللي كيغويسيل سور لو سول بوغ فورمي دي ريفير. أنا هنايا كملت باش، كملت بواحد لو جروب نومينال سوجي، داكوغ، جروب نومينال سوجي. دابا غادي نكمل هاد لا فراز هادي بلو جروب فيغبال. شوفوا لا فراز دو، لي فلوف اللي هما الأنهار، الأنهار، أنهار هاك، الأنهار، ها، هاد الأنهار غادي نكملو عليها بواحد لو جروب فيغبال. دونك هاد الأنهار سو غومبليس، كي أمرو سو غومبليس، سو غومبليس يعني كي أمرو باش باغ لو دو بلوي، داكوغ، لو دو بلوي، باش كي أمرو هاد الأنهار بياه المطر، داكوغ، بالما ديال المطر. دونك لي فلوف سو غومبليس باغ لو دو بلوي. دونك هنايا هذا سي لو فيرب، وهذا سي لو جروب دو مو كي سويف لو فيرب، جروب دو مو كي سوي جروب دو مو، داكوغ. ولو جروب دو مو بلوس لو فيرب سي جروب فيربال، داكوغ، جروب فيربال. دونك هادشي اللي كان عندي في هاد الحصة ديال اليوم اللي كانت خاصة بليفاليسيون اي كونسوليداسيون سومين 5 بور لونيتي 2. وبالضبط لاكتيفيتي دو لا غرامير بور لو نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير بور كومونيكي اون فرونسي. كنتمنى انكم تكونوا كتفهموا معايا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نديروا لاكتيفيتي دو لا كونجيغيزون اي اوسي لاكتيفيتي دو لورتوغراف. ما تنساوش تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، الفيديوهات الحصريه على قناتكم اللي ان شاء الله بإذن الله غادي نكبروها جميعا، وغادي نحاولوا نساندوا المحتوى الهادف اللي كيقدم الإضافة للتلميذ والتلميذة المغربي والمغربية. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.